حين صمت الأمير كان الجميع ينظرون إليه فرحين حتى أجلاه، ولكن الفرح كان واضحا في وجه إليزابيث خاصة. هتفت تقول: هذا هو الامتحان، فيا أيتها الآنسات أنتن اللواتي كنتن تقدرن أن تحمينه حمايتكن لفتى صغير مسكين، ها هو ذا قد تكرم عليكن فأبهجكن ثم تحفظ فلم يعد بالمجيء إليكن إلا نادرا. ها نحن أولاء جميعا غبيات، وإنه ليسعدني ذلك، لكن أغبانا وأدعانا إلى الضحك منه والسخرية به إنما هو إيفان فيدروفيتش. مرحى يا أمير، منذ حين كان قد صدر أمر بامتحانك، أما ما قلته عني من النظر في وجهي فهو الحقيقة بعينها. أنا طفلة وأنا أعرف ذلك، وكنت أعرف ذلك قبل أن تعرفه أنت. لقد أحسنت الإفصاح عن رأيي بكلمة واحدة: إنني أجد طبعك شبيها بطبعي من جميع النواحي، وإني لسعيدة بهذا. نحن كقطرتي ماء تشابها، مع فرق واحد هو أنك رجل وأنني امرأة، وأنني لم أكن بسويسرا يوما. هتفت أجلاية تقول: لا تتعجلي كثيرا يا ماما، لقد قال الأمير منذ هنيهة إنه في جميع ما أسر به إلينا كان يبيت فكرة، وإنه لم يتكلم عبثا ولهوا. وقالت الأختان ضحكتين: نعم نعم، لا تسخرن يا عزيزاتي، قد يكون أمكر من كنا أنتن الثلاث مجتمعات، لسوف ترين. ولكن لماذا لم تقل شيئا عن أجلاية يا أمير؟ إن أجلاية تنتظر وأنا أيضا أنتظر. لن أقول شيئا الآن، سأقول فيما بعد. لماذا؟ يخيل إلي أنك لاحظتها ملاحظة كافية. نعم نعم، لاحظتها كثيرا. أنت آية من آيات الجمال يا أجلاية إيفانوفنا، إنك تبلغين من الجمال أن المرأة لا يجرؤ أن ينظر إليك. قالت الجنرالة ملحة: هذا كل شيء؟ وطبيعتها؟ يصعب على المرء أن يقضي في الجمال برأي، لم أتهيأ لهذا بعد، الجمال لغز. تدخلت أديلايد قائلة: معنى هذا أنك تلقي على أجلاية لغزا أو أحجية؟ حاولي أن تحذري يا أجلاية، ولكن أليست جميلة يا أمير؟ أجاب الأمير بحرارة وهو ينظر إلى أجلاية معجبا: جميلة جمالا خارقا، تكاد تكون في مثل جمال ناستاسيا فيليبوفنا، رغم أن وجهها مختلف جدا. نظرت النساء الأربع بعضهن إلى بعض مدهشات، وسألته الجنرالة: من؟ ناستاسيا فيليبوفنا؟ أين رأيت ناستاسيا فيليبوفنا؟ منذ قليل كان جبريل يوري إيفان صورتها. كيف؟ حمل إلى إيفان صورتها؟ ليريه الصورة، إن ناستاسيا قد أهدت اليوم صورتها إلى جبريل، فجاء بها هذا إلى الجنرال ليريه إياها. صاحت الجنرالة تقول: أريد أن أرى الصورة، أين هي تلك الصورة؟ إذا كانت قد أهدتها إليه هو، فلابد أنه محتفظ هو بها، ولابد أنه الآن في حجرة المكتب، إنه يأتي للعمل هنا في جميع أيام الأربعاء، ولا ينصرف قبل الساعة الرابعة. أحضر جبريل حالا. بل لا تحضروه، فلست أموت شوقا إلى رؤيته. يا أمير، يا صديقي، هل تلطفت فذهبت إلى حجرة المكتب فأخذت تلك الصورة منه ثم جئتني بها إلى هنا؟ قل له من فضلك إنني أريد أن أرى الصورة. قالت أديلايد بعد أن خرج الأمير: لا بأس به، لكنه بسيط مسرف في البساطة قليلا. فقالت ألكسندرا مؤيدة: نعم، مسرف في البساطة قليلا، حتى لا يصبح من ذلك مضحكا بعض الشيء. لا الأولى ولا الثانية، كان يبدو عليها أنها تفصح عن كل رأيها وتعبر عن كل ما يخالج نفسها. قالت أجلاية: ومع ذلك عرف كيف يحسن التصرف حين تحدث عن وجوهنا، مدحنا جميعا وسرنا جميعا حتى ماما. صاحت الجنرالة تقول: لا تتخابثي، هو لم يمدحني، ولكن أنا التي شعرت بأنني مدحت. سألت أديلايد: هل تظنين أنه كان يحاول أن يحسن التصرف ويصل إلى هدف؟ يخيل إلي أنه ليس بسيطا إلى الحد الذي يظن فيه،
قالت الجنرالة غاضبة: ها هي ذي تعيد الكرة. في رأيي أنا أن كنا أدعى منه إلى الضحك عليكن. صحيح أنه ساذج قليلا، لكنه يعرف ماذا يريد. أقول هذا بأنبل معاني هذا التعبير، هو مثلي تماما. قال الأمير يحدث نفسه نادما وهو ذاهب إلى حجرة المكتب: لا شك أنني أخطأت إذ جئت على ذكر تلك الصورة، ولكن لعلني أحسنت إذ تكلمت عنها مع ذلك. إن فكرة غريبة قد أخذت تومض في ذهنه، وإن لم تكن بعد واضحة كل الوضوح. إن جبريل ما يزال في حجرة المكتب غارقا في أوراقه. كان يبدو عليه أنه يستحق فعلا الرواتب التي كان يتقاضاها من شركة الأسهم، واضطرب إلى أقصى حدود الاضطراب حين طلب منه الأمير الصورة وروى له كيف علموا هناك بوجودها، وصاح يقول غاضبا حانقا مقهورا: آه ما كانت حاجتك إلى تلك الثرثرة كلها؟ ثم تمتم يقول من بين أسنانه: أنت لا تعرف شيئا، أنت أبله. قال الأمير: متأسف، قلت ما قلته دون تفكير أثناء الحديث. قلت إن أجلايا تكاد تكون مثل جمال ناستاسيا. سأله جانيا أن يقص عليه الأمر بالتفصيل، ففعل الأمير، فألقى عليه جانيا نظرة ساخرة ودمدم يقول: أنت مغرم بناستاسيا فيليبوفنا طبعا. ولكنه لم يكمل كلامه وشرد فكره، كان واضحا أنه قلق. وذكره الأمير بأن الجنرال تطلب منه الصورة. قال جانيا فجأة كأن فكرة مباغتة قد وافته: اسمع يا أمير، هناك معونة ضخمة أحب أن أطلبها منك، ولكنني حقا لا أدري. اضطرب جانيا ولم يكمل كلامه، كان يلوح عليه التردد في اتخاذ قرار. انتظر الأمير صامتا، وعاد جانيا يروز الأمير بنظرة ثابتة فاحصة متفرسة، ثم بدأ يتكلم ثانية فقال: يا أمير، إنني الآن لسبب من الأسباب، سبب غريب كل الغرابة، بل سبب مضحك لست مسؤولا عنه، وهذا على هامش المسألة على كل حال، أقول إنني الآن فيما أظن مؤاخذ قليلا هناك، لذلك قررت أن أغيب مدة من الوقت إلا إذا دعيت، لكنني مع ذلك في حاجة قصوى إلى أن أكلم أجلايا. لقد كتبت بضعة أسطر. كان جانيا يحمل بيده ورقة مطوية، ولكني لا أدري كيف أوصلها إليها، فهل لك يا أمير أن تحمل هذه الورقة إلى أجلايا فورا، ولكن إلى أجلايا وحدها، أي دون أن يرى أحد ذلك، هل تفهمني؟ ليس الأمر أمر سر كبير، ليس هناك أي شيء يمكن أن، ولكن هل تصنع لي هذا؟ أجاب الأمير: لا يسرني هذا كثيرا. فألح جانيا قائلا: آه أمير، المسألة بالغة الخطورة بالنسبة إلي، وقد تجيبني أجلايا، صدقني إذا كنت أتجه إليك وأستعين بك فلأن المسألة بالغة الخطورة، من ذا الذي يمكنني أن أكلفه بإيصال الرسالة إليها سواك؟ إن المسألة ذات خطورة، خطورة رهيبة بالنسبة إلي. كان وجه جانيا يعبر عن خوف بلغ من الفظاعة والهول. أن الأمير لم يرفض وأجاب يقول وهو ينظر إلى جانيا نظرة أشفاق: طيب سأنقلها. فقال جانيا ضارعا وقد اطمأن روعه: ولكن يجب ألا يلاحظ أحد، وإني لا أعتمد على عهد الشرف الذي تقطعه على نفسك يا أمير، أليس كذلك؟ قال الأمير: لن أري الرسالة أحد. وأخذ الصورة وخرج من حجرة المكتب. فلما أصبح جانيا وحيدا أمسك رأسه بيديه وقال يحدث نفسه: كلمة واحدة منها تكفي، فربما أقطع عندئذ صلتي ب... كان من شدة انفعاله أثناء الانتظار لا يستطيع أن يعود إلى أوراقه، وأخذ يذرع الغرفة من ركن إلى ركن. وكان الأمير يمشي شارد اللب، لقد أدهشه إدهاشا مزعجا أن يكلف بهذه المهمة، بل إن مجرد تصوره رسالة يبعث بها جانيا إلى أجلايا كان يسوءه. لكنه قبل أن يصل إلى الصالون قاطعا إليه حجرتين توقف فجأة كمن تذكر شيئا ما، وألقى نظرة على ما حوله،
ثم اقترب من النافذة التماسا لمزيد من الضوء، وأخذ ينعم النظر في صورة ناستاسيا فيلوبوفنا. كان كمن يحاول أن يحزر شيئا يختبئ في هذه الصورة، وقد خطف انتباهه منذ قليل. لم يتركه ذلك الشعور الذي قام في نفسه حينئذ، ولكنه يحاول الآن أن يتثبت منه فيما يظهر. إن هذا الوجه الخارق بجماله وبشيء آخر يخطف الآن انتباهه بمزيد من القوة. إن فيه كبرياء وعجبا، وإن فيه احتقارا وازدراء، بل يكاد يكون فيه كره وبغض، غير أنه يعبر في الوقت نفسه عن ثقة وبراءة وسذاجة غريبة، حتى أن هذا التضاد نفسه يوقظ في النفس شيئا من العطف والشفقة. ثم إن هذا الجمال الذي يبهر الأبصار لا يكاد يطاق، جمال الوجه الشاحب ذي الخدين الخاسفين قليلا والعينين الساطعتين، إنه جمال غريب. تأملها الأمير لحظة، ثم ثاب إلى نفسه فألقى نظرة حواليه، وها هو ذا يقرب الصورة من شفتيه بحركة سريعة فيقبلها. حين دخل الأمير الصالون بعد قليل كان وجهه هادئا كل الهدوء، ولكنه قبل ذلك ما إن صار في قاعة الطعام قبل الصالون بحجرتين، حتى كاد يصطدم عند الباب بأجلايا داخلة. لقد كانت وحيدة، قال لها وهو يمد إليها الرسالة: رجاني جبريل أن أنقل إليك هذا. فتوقفت أجلايا وتناولت الورقة وألقت على الأمير نظرة غريبة. لم يكن في هذه النظرة أي اضطراب أو خجل، كل ما هنالك شيء قليل من دهشة، حتى أن هذه الدهشة هي دهشة من الأمير وحده. فكأن أجلايا كانت بهذه النظرة تطالب الأمير بأن يشرح لها كيف وجد نفسه مقحما في هذه القضية، وتطالبه بذلك في هدوء وتعال. وارتسم على وجهها أخيرا شيء من سخرية، وابتسمت ابتسامة خفيفة ومرت. تأملت الجنرالة صورة أناستاسيا خلال مدة من الوقت صامتة مع شيء من الاحتقار، وكانت ممسكة بالصورة أمامها مادة ذراعها إلى مسافة بعيدة مسرفة في البعد، ودمدمت تقول أخيرا: نعم هي جميلة، بل هي جميلة جدا، لقد رأيتها مرتين ولكن من بعيد. ثم اتجهت إلى الأمير فقالت له: إذن هذا هو نوع الجمال الذي تحبه؟ فأجاب الأمير بشيء من الجهد: نعم هذا هو، أقصد هل هو هذا بعينه؟ نعم هو بعينه. لأي سبب؟ دمدم الأمير يقول رغم إرادته تقريبا كأنه يكلم نفسه ولا يجيب أحدا: في هذا الوجه ألم كبير وعذاب عظيم. قالت الجنرالة: على كل حال قد لا يكون هذا عندك إلا هذيانا، ورمت الصورة على المائدة بحركة كبيرة متعالية. فتناولت ألكسندرا الصورة واقتربت منها أديلايد، وأخذت البنتان تنعمان النظر فيها معا. وفي تلك اللحظة عادت أجلايا، هتفت أديلايد تقول فجأة وهي تنظر إلى الصورة بشراهة من فوق كتف أختها: يا لها من قوة. فسألتها إليزابيث بخشونة: أين؟ أية قوة؟ فقالت أديلايد بحرارة: إن جمالا كهذا الجمال لهو قوة، إن جمالا كهذا الجمال يمكن أن يقلب العالم. وعادت إلى مسند لوحتها شريدة الذهن مفكرة. لم تلقي أجلايا على الصورة إلا نظرة عابرة، فجعدت عينيها ومطت شفتها السفلى ومضت تجلس منزوية عقدة ذراعيها على صدرها. دقت الجنرالة الجرس، فدخل خادم فقالت له: ادعو جبريل، هو في حجرة المكتب. فهتفت ألكسندرا تقول: ماما؟ فقالت الجنرالة حاسمة مانعة كل جواب: أريد أن أقول له كلمة، كفى. كان واضحا أنها محتاجة، والتفتت إلى الأمير فقالت له: هل ترى يا أمير؟ لم يبقى عندنا هنا إلا أسرار، لا شيء إلا الأسرار. يظهر أن هذا لا غنى له، يا للغباوة، وذلك في أمر يقتضي منتهى الصراحة والوضوح والصدق والاستقامة. هناك مشروعات زواج، وليست تعجبني هذه المشروعات.
أسرعت ألكسندرا توقفها عن الكلام من جديد قائلة: ماما، ماذا جرى لك؟ ماذا تريدين يا ابنتي العزيزة؟ أهي ترضيك أنت؟ هذه المشروعات؟ لا مانع أن يسمع الأمير، فنحن أصدقاء، أنا وهو على الأقل صديقان. إن الله يبحث عن الأخيار، أما الأشرار وأصحاب النزوات فما أكثرهم، ولا سيما أصحاب النزوات أولئك الذين يقررون اليوم شيئا ويفعلون في الغد شيئا آخر. هل تفهمين عني يا ألكسندرا إيفانوفنا؟ هن يقولن يا أمير أنني غريبة الأطوار، في حين أنني أستطيع أن أميز الأمور، ذلك أن العبرة بالقلب، أما ما عدا ذلك فسفاسف. صحيح أن الذكاء لازم أيضا، بل قد يكون الذكاء أهم شيء. لا تضحكي ساخرة يا أجلايا، فأنا لا أتناقض، فإن الحمقاء التي لها قلب وليس لها ذكاء لا تقل شقاء عن حمقاء لها ذكاء وليس لها قلب. هذه حقيقة قديمة، فأنا الحمقاء التي لها قلب وليس لها ذكاء، وأنت الحمقاء التي لها ذكاء وليس لها قلب، وذلك هو السبب في أننا كلتينا شقيتان، وفي أننا كلتينا نتألم ونتعذب. لم تستطع أديلايد أن تكبح جماح نفسها بعد أن كانت بين جميع الحاضرات أكثرهن احتفاظا بمزاحها المرح الفرح، فقالت: ما الذي يشقيك يا ماما؟ فقالت الجنرالة حاسمة: يشقيني أولا أن لي بنات متفيهقات كثيرا، ولما كان هذا كافيا فلا داعي إلى أن أفيض في الكلام على ما عداه. كفى ثرثرة، سنرى كيف تحسنان التصرف كلتاكما. وإذ رأت جانيا داخلا صاحت تقول: آه، وهذا عرس آخر. وحيا جانيا، فأجابته دون أن تدعوه إلى الجلوس: صباح الخير، إذن ستزف؟ فتمتم جبريل يقول مبهوتا مسعوقا: أزف؟ كيف هذا؟ كيف أزف؟ لقد اضطرب اضطرابا فظيعا. أقصد ستتزوج؟ ذلك ما أسألك عنه، إذا كان هذا التعبير يرضيك أكثر. فكذب جبريل قائلا وقد احمر وجهه من الخجل: لا لن، وألقى نظرة سريعة على أجلايا التي كانت ما تزال منتحية، ثم أشاح وجهه بسرعة. كانت أجلايا تنظر إليه بهدوء وبرود دون أن تحول عنه بصرها، وكانت تراقب اضطرابه. ألحت إليزابيث تسأله: لا؟ تقول لا؟ يكفي، سأتذكر أنك في صباح يوم الأربعاء قد أجبت عن سؤالي بقولك لا. في أي يوم نحن؟ ألسنا في يوم الأربعاء؟ أجابت أديلايد: أظن أنه يوم الأربعاء يا ماما. لا أحد يعرف الأيام والتواريخ، في أي يوم من أيام الشهر نحن؟ قال جانيا: في اليوم 27. في 27؟ هذا تاريخ مناسب من بعض النواحي. طيب، أستودعك الله، عندك أعمال كثيرة فيما أظن، وأنا يجب علي أن أرتدي ثيابي لأخرج. استرد هذه الصورة وانقل تحيتي إلى أمك المسكينة. إلى اللقاء يا أمير، يا صديقي، يا صديقي، زرني كثيرا. أما أنا فإنني ذاهبة إلى العجوز بلوكونوسكايا خصيصا لأكلمها عنك. واسمع يا عزيزي، إنني أؤمن صادقة بأن الله إنما أرسلك من سويسرا إلى بطرسبورغ من أجلي أنا. قد تعمل شيئا آخر، ولكنك بعثت إلى هنا من أجلي أنا خاصة. الله هو الذي شاء ذلك. إلى اللقاء يا عزيزاتي. ألكسندرا، تعالي إلي يا صديقتي. وخرجت الجنرالة، وتناول جانيا الصورة من على المائدة مضطربا، طائش العقل، ممتلئا النفس حقدا. ثم التفت نحو الأمير وهو يبتسم ابتسامة مصطنعة: أنا عائد إلى بيتي يا أمير، فإذا كنت ما تزال تنوي أن تقيم عندنا فسأقودك إلى هناك، فإنك لا تعرف العنوان. قالت أجلايا وهي تنهض عن مقعدها: لحظة يا أمير، عليك أن تكتب شيئا في دفتري، بابا يدعي أنك خطاط، سأجئك بالدفتر. قالت أديلايد: إلى اللقاء يا أمير، أنا أيضا منصرفة. وصافحت الأميرة مصافحة قوية، وابتسمت له ابتسامة فيها لطف ومودة ومحبة،
وخرجت دون أن تلقي على جانيا نظرة واحدة. قال جانيا وهو يصرف بأسنانه ويهرع نحو الأمير: أنت الذي ثرثرت فجئت على ذكر زواجي، يا لك من ثرثار وقح. بهذا جمجم جانيا متعجلا بصوت خافت وقد استعر وجهه سخطا وحنقا والتمعت عيناه خبثا وشرا. أجابه الأمير بأدب هادئ: أؤكد لك أنك مخطئ، لقد كنت أجهل كل الجهل أنك ستتزوج. لقد سمعت إيفان بيدروفيتش يقول منذ قليل إن كل شيء سيتقرر هذا المساء في منزل ناستاسيا فيليبوفنا، وهذا ما نقلته إليهن. أنت كاذب، أن لهن أن يعلمن النبأ بغير ذلك. من ذا الذي كان يمكن أن يبلغهن النبأ سواك؟ ألم تشر العجوز إلى هذا إشارة مباشرة؟ أنت أقدر مني على أن تعرف من عساه أطلعهن على النبأ. إذا كنت تحس حقا أن قد كان ثمة إشارة، أما أنا فلم أقل كلمة واحدة. قاطعه جانيا يسأل محموما: هل نقلت رسالتي؟ ماذا كان الجواب؟ ولكن أجلايا دخلت في تلك اللحظة نفسها، فلم يتسع وقت الأمير لأن يجيب. قالت أجلايا وهي تضع دفترها على المائدة: إليك الدفتر يا أمير، فاختر منه صفحة واكتب لي شيئا. هذه ريشة جديدة كل الجدة، لا ضير في أن تكون من معدن؟ لقد سمعت أن الخطاطين لا يستعملون ريشة من معدن. كانت وهي تكلم الأمير كأنما لا تلاحظ حتى وجود جانيا، ولكن بينما كان الأمير يهيئ الريشة ويختار صفحة ويستعد للكتابة، دنا جانيا من المدفأة التي كانت تقف أجلايا قربها على يمين الأمير، وتمتم يقول في أذنها تقريبا بصوت مختلج متقطع: كلمة، كلمة واحدة منك فأنجو. التفت الأمير بحركة سريعة ونظر إليهما كليهما. كان يقرأ في وجه جانيا كرب كبير ويأس هائل، لكأنه نطق بتلك الكلمات دون تفكير، كمن يلقي بنفسه في الماء. تأملته أجلايا بضع لحظات بتلك الدهشة الهادئة نفسها التي ظهرت عليها منذ قليل أمام الأمير، فكانت هذه الدهشة وهذه البلبلة اللتان يبدو أنهما ناشئتان عن أن الفتاة لا تفهم شيئا البتة مما يقال لها، كانتا أشد هولا وأفضع وقعا في نفس جانيا من أعمق احتقار وأكبر ازدراء. سأل الأمير: ماذا يجب أن أكتب؟ فقالت أجلايا وهي تلتفت إليه: سأملي عليك، أأنت مستعد؟ أكتب. أنا لا أصلح للمساومات، والآن ضع التاريخ وأرني الكتابة. مد الأمير إليها الدفتر فنظرت فيه وقالت: عظيم، إن لك خطا رائعا، هذا جميل حقا، شكرا، إلى اللقاء يا أمير. ثم أضافت وقد تذكرت شيئا ما: لحظة أخرى، تعال سأهدي إليك تذكارا. فتبعها الأمير، ولكن أجلايا وقفت منذ صارت في حجرة الطعام، فمدت إليه رسالة جانيا وقالت له: اقرأ هذا. تناول الأمير الرسالة ونظر إلى أجلايا متحيرا، فقالت أجلايا: أنا أعرف على وجه اليقين أنك لم تقرأها، وأنك لا يمكن أن تكون نجي هذا الرجل وحامل أسراره، اقرأ، إنني أصر على أن تقرأ. كان يبدو أن الرسالة كتبت على عجل. قرأ الأمير: اليوم يتقرر مصيري، تعلمين كيف اليوم سأضطر أن أقطع على نفسي وعدا لا نكول عنه، ليس لي أي حق في اهتمامك بي، ولست أحمل أي أمل غير أنك نطقت كلمة في ذات يوم، كلمة واحدة، فأنارت تلك الكلمة ظلام حياتي لحالك وأمست منارة لي. قولي لي كلمة أخرى كتلك الكلمة فتنقذيني من الضياع. قولي فقط: اقطع كل صلة، فأفعل ذلك في هذا اليوم نفسه. آه، هل يكلفك باهظا أن تقولي لي ذلك؟ إنني إذ أطلب منك هذه الكلمة لا ألتمس إلا علامة اكتراث وشفقة، لا شيء غير ذلك، لا شيء، لا شيء. إنني لا أجرؤ أن أسمح لنفسي بأي أمل، لأنني لا أستحق
لكنني بعد كلمة واحدة منك سأرتضي فقري من جديد، وسأحتمل حالة اليائسة فرحا، سأستأنف الكفاح، وسيسعدني أن أكافح، وسأبعث بالكفاح بعثا آخر. ابعثي إلي بكلمة الشفقة تلك وحدها، لا شيء إلا الشفقة، أحلف لك. ولا يغضبنك تهور رجل يائس، رجل يغرق فيتجرأ أن يقوم بجهد أخير ليتقي الهلاك. فلما فرغ الأمير من القراءة قالت أجلايا بلهجة قاسية: يزعم هذا الرجل أن كلمة اقطع كل صلة لا يمكن أن تعرضني لشيء، ولا يمكن أن تلزمني بشيء، وما هذه الرسالة كما رأيت إلا نوع من تأكيد مكتوب. لاحظ مدى سذاجته في الإسراع إلى وضع خط تحت بعض الكلمات، ومدى الغلظة في ظهور فكرته المبيتة ونيته المخبأة وراء ذلك، وهو يعلم على كل حال أنه لو قطع كل صلة من تلقاء نفسه بمحض إرادته دون أن ينتظر تشجيعا مني، وحتى دون أن يكلمني في هذا الأمر، ودون أن يستطيع أن يعقد على أي أمل، لكان من الممكن أن تتحسن عواطفي نحوه، ولكان من الممكن أن أغدو صديقة له، وهو يعلم ذلك حق العلم على كل حال، لكنه رجل دنس النفس، هو يعلم ذلك لكنه يطلب ضمانا، إنه لا يستطيع أن يبني عمله على الثقة، إنه يريد أن أعطيه أملا في مقابل 100,000 روبل، أما عن الكلمة التي يزعم في رسالته أني نطقت بها فأثارت حياته، فذلك كله كذب واختلاق وقح. كل ما هنالك أنني شعرت نحوه بشيء من الشفقة في يوم من الأيام، لكنه رجل وقح لا حياء فيه، فسرعان ما قدر أن في وسعه أن يعقد أملا. لقد فهمت أنا ذلك فورا، وهو منذ ذلك اليوم يحاول أن يوقعني في الفخ، وهذا بعينه ما حاوله في هذا النهار أيضا، ولكن كفى الآن، خذ رسالته هذه وأعدها إليه متى خرجتما من الدار لا قبل ذلك. وما هو الجواب الذي ينبغي أن أحمله إليه؟ لا جواب طبعا، ذلك خير جواب. إذن أنت تنوي أن تقيم في بيتهم؟ قال الأمير: إن إيفان نفسه هو الذي نصحني بذلك قبل قليل، فكن منه إذن على حذر. إنني أنبهك، لن يغفر لك إرجاع هذه الرسالة التي سترجعها إليه. صافحت أجلايا يد الأمير مصافحة خفيفة وخرجت، كان وجهها مقطبا مكفهرا، حتى أنها لم تبتسم له وهي تحييه برأسها مودعة. قال الأمير يخاطب جانية: لحظة، أخذ سرتي فورا ثم ننصرف. قرع جانيا الأرض بقدمه من نفاد الصبر، لقد اسود وجهه حنقا، وأخيرا خرج الاثنان إلى الشارع والأمير يحمل بيده سرته. سأله جانيا وهو يكاد يرتمي عليه: هيه الجواب، ماذا قالت لك؟ هل أعطيتها رسالتي؟ فمد إليه الأمير الرسالة صامتا، فتصلب جانيا كالمتجمد وهتف يسأل: كيف؟ رسالتي؟ لم يعطيها الرسالة؟ كان علي أن أقدر ذلك، لعنة الله عليه، الآن يتضح لي كيف أنها لم تفهم إذن شيئا منذ قليل، ولكن كيف؟ كيف أمكنك ألا تعطيها الرسالة؟ لعنة الله على عفوك، إنما حدث هو عكس هذا تماما، لقد سهلت لي الظروف أن أعطيها رسالتك بعد أن أعطيتنيها أنت بلحظة واحدة، مع أدق الالتزام بما أوصيتني به. وإذا كانت الرسالة بين يدي الآن، فلأن أجلايا قد ردتها إلي منذ هنيها. متى ردتها إليك؟ منذ أنهيت الكتابة في دفترها فدعتني إلى أن أتبعها، هل سمعتها؟ فلما صرنا في قاعة الطعام مدت إلي هذه الرسالة وطلبت مني أن أقرأها ثم أرجعها إليك. زأر جانيا قائلا: أن تقرأها وقرأتها؟ تجمد جانيا في وسط الرصيف وقد بلغ من الشدة أن فمه ظل فاغرا. قال الأمير: نعم قرأتها. وهي التي أقرأتك الرسالة؟ هي نفسها؟ نعم هي نفسها، صدقني ما كان لي أن أقرأها قط لولا أنني أمرت بذلك. لبث جانيا صامتا خلال لحظة
يبذل جهودا كبيرة من أجل أن يفهم شيئا، ولكنه صاح يقول فجأة: مستحيل، لا يمكن أن تكون قد طلبت منك قراءة الرسالة، أنت تكذب، أنت قرأت الرسالة من تلقاء نفسك. قال الأمير بتلك اللهجة الهادئة نفسها: لقد قلت لك الحقيقة، صدق إنني آسف أشد الأسف لما أحدث هذا الأمر في نفسك من انزعاج وضيق، ولكن أيها الشقي لابد أنها قالت لك شيئا على الأقل حين أعادت إليك الرسالة، فهل حملتك جوابا ما؟ نعم طبعا. فما بالك لا تتكلم إذن؟ ما بالك لا تتكلم؟ وقرع جانيا أرض الرصيف مرتين بقدمه اليمنى المنتعلة جرموقا من مطاط فوق الحذاء. قال الأمير: ما إن أنهت قراءة الرسالة حتى قالت لي إنك تحاول أن توقعها في الفخ، فأنت تريد أن تحصل منها على وعد بأمل، فإذا قويت بهذا الوعد أمكنك أن تقطع الصلة دون خسران، وذلك بأمل مقداره 100,000 روبل. وأضافت أنك لو فعلت دون أن تساومها، أي لو قطعت تلك الصلة من تلقاء نفسك بمحض إرادتك دون أن تطلب منها أي ضمانة سلفا، لكان من الجائز أن تفوز بصداقتها لك. أظن أن هذا هو كل ما قالته. نعم، هناك شيء آخر، فحين سألتها بعد استرداد رسالتك ما جوابها، قالت إن خير جواب هو ألا تعطي جوابا. أظن أن هذا هو ما قالته. سامحني إذا نسيت الألفاظ التي استعملتها هي نفسها نصا، فأنا أنقل إليك ما أظن أنني فهمته. استولى على جانيا غضب لا حدود له، وانفجر حنقه دون أي سيطرة على نفسه، فقال وهو يصرف بأسنانه: ها هكذا ترمى رسائلي من النافذة؟ هي لا تصلح للمساومات؟ طيب طيب، ولكنني سأصلح لها أنا، ولسوف نرى. أنا لم أقل بعد كل شيء، لسوف ترى، لتصلنها أخباري. كان يصعر وجهه، وكان يشحب لونه، وكان يرغي ويزبد ويهدد بقبضة يده ويتوعد، وسار بضع خطوات وهما على هذه الحال. لم يتحرج جانيا أمام الأمير أي تحرج، حتى لكأنه خال إلى نفسه في غرفته، لأنه لم يكن يعده شيئا مذكورا. ثم توقف وقد فاجأته فكرة مباغتة، فقال يسأل الأمير: ولكن كيف أمكنك؟ وأضاف جانيا يقول بينه وبين نفسه: كيف أمكن هذا الأبله؟ كيف أمكنك أن تدخل إلى خفايا أمورهن وأن تصبح محل سرهن، ولما ينقضي على معرفتك بهن أكثر من ساعتين؟ كيف هذا؟ لم يكن ينقصه لاكتمال أنواع عذابه إلا أن تضاف إليه الغيرة، وها هي ذي الغيرة تعض الآن قلبه على حين فجأة. أجابه الأمير قائلا: هذا لا أستطيع أن أعلله لك. فرشقه جانيا بنظرة خبيثة شريرة وقال له: أمن أجل أن تهدى إليك ثقتها إنما دعتك إذن إلى قاعة الطعام؟ لقد قالت أنها تريد أن تهدي إليك شيئا، أليس كذلك؟ لا أفهم الأمر على غير هذا الوجه، ولكن لماذا؟ حقا إنه لأمر غريب. ماذا فعلت هناك؟ كيف استطعت أن تحظى بإعجابهن؟ اسمع. كان جانيا يضطرب بكل قواه، وكان كل شيء في نفسه مشوشا يغلي ويفور، فهو لا يستطيع أن يفلح في جمع شتات أفكاره، وتابع كلامه فقال: اسمع، ألا تستطيع أن تحاول أن تتذكر كل ما تحدثت فيه وأن تعيده مرتبا منظما متسلسلا، وأن تذكر كل ما قيل منذ البداية؟ ألم تلاحظ شيئا يمكنك أن تتذكره؟ أجاب الأمير: أوه هذا سهل، منذ البداية، منذ دخلت وتم التعارف، تحدثنا عن سويسرا. دعنا من سويسرا، فلتذهب سويسرا إلى جهنم. ثم تحدثنا عن عقوبة الإعدام. عن عقوبة الإعدام؟ نعم عرضا. ثم وصفت لهن السنين الثلاث التي عشتها هناك، وقصصت عليهن قصة القروية المسكينة. فلتذهب القروية المسكينة إلى جهنم. أكمل. كان جانيا يدبدب بقدميه من نفاد الصبر وشدة التململ،
وتابع الأمير كلامه فقال: ثم ذكرت لهن كيف أن شنايدر أطلعني على رأيه في طبعي ودفعني إلى فليذهب شنايدر إلى جهنم، لا تهمني آراؤه. وبعد ذلك أخذت أتكلم عن الوجوه، لا أدري بأية مناسبة، أقصد عن تعبير الوجوه، فقلت لأجلايا إيفانوفنا أنها في مثل جمال ناستاسيا فيليبوفنا تقريبا، وعندئذ إنما أفلتت من لساني كلمات عن الصورة. لكنك لم تنقل إليهن ما كنت قد سمعته في حجرة المكتب، أليس كذلك؟ لم تنقله إليهن، أليس كذلك؟ أكرر لك أنني لم أنقله إليهن. ولكن عجيب، ألم تطلع أجلايا أمها على الرسالة؟ أستطيع أن أضمن لك أنها لم تطلعها عليها، إنني لم أتركهن لحظة، ثم إنها لو أرادت أن تطلعها عليها لم اتسع الوقت لهذا. ولكن لعل شيئا حدث ولم تلاحظه. ثم صاح جانيا يقول وقد خرج عن طوره تماما: يا للأبله النحس، إنه عاجز حتى عن أن يروي الأمور على نحو مناسب. وإذ شتم مرة فلم يلقى مقاومة، أخذ يفقد كل تحفظ شيئا بعد شيء، كما يحدث ذلك لبعض الأشخاص، حتى لقد كان من الممكن وقد بلغ ذروة حنقه أن يمضي إلى حد البصق، لكن هذا الحنق نفسه قد أعماه، وإلا لكان قد لاحظ منذ مدة طويلة أن هذا الأبله الذي يعامله هو هذه المعاملة يفهم في بعض الأحيان كل شيء بسرعة عظيمة ودقة شديدة، ويجيد الرواية إجادة تامة، غير أن شيئا لم يكن في الحسبان قد حدث على حين فجأة. قال الأمير بغتة: يجب أن ألفت نظرك يا جبريل أنني في الماضي كنت مريضا بالفعل، حتى لقد أصبحت كالأبله، ولكنني شفيت منذ مدة طويلة، وإنه لا يؤلمني أن أسمع أحدا يصفني بأنني أبله، ورغم أن المرء قد يعذرك بسبب ما أنت فيه من خيبة الآمال وسقوط الأماني، فقد شتمتني حتى الآن مرتين أو ثلاث مرات، وهذا ما لا أرضى عنه البتة، ولا سيما وأنه لا سبب له، وإنما أنت تندفع فيه اندفاعا وتسترسل فيه استرسالا بغير داع منذ أول لقاء بيننا. أفلا ترى والحالة هذه، ما دمنا الآن عند مفترق طرق، أن نفترق هنا فتذهب يمنة وأذهب يسرى؟ إن معي 25 روبلا، ولا شك أنني واجد فندقا أبيت فيه. أحس جانيا بخجل شديد واضطراب كبير، حتى لقد احمر وجهه من شعوره بالعار، لأنه أخذ هذا الأخذ بغتة على وجه لم يكن يتوقعه البتة. قال معتذرا بحرارة، منتقلا من الشتم المقذع إلى التهذيب الرقيق: سامحني يا أمير، ناشدتك الله، إنك لترى ما أنا فيه من شقاء، أنت لا تعرف بعد شيئا، فلو عرفت كل شيء لغفرت لي بعض الغفران حتما، وإن يكن سلوكي هذا لا يغتفر طبعا. أسرع الأمير يطمئنه قائلا: لا أطلب كل هذه الاعتذارات، إني لا أدرك أنك قلق مضطرب، وأن هذا هو السبب في شتمي. طيب فلنذهب إلى بيتك، أنا من جهتي يسرني هذا. كان جانيا يقول لنفسه أثناء السير وهو يلقي على الأمير نظرات كره وبغض: لا، يستحيل أن أتركه الآن، لقد أخذ مني هذا الوقت كل ما كان يريد، وها هو ذا يرمي عن وجهه القناع. إن في هذا الأمر شيئا مختفيا، سوف نرى، سوف يتقرر كل شيء في هذا اليوم نفسه. وكانا قد وصلا إلى الدار،